قبل. العمر يا سيدي انا فوق 77 سنة. حلو يا عاد. يا زين اشو ما مبين؟ ما تقول لي شنو السر؟ بالحقيقة والواقع انا اطبق ما يقول ابو المثل. جميل. اي شلون يعني؟ يعني ابو المثل اي ما خلى شيء ما قاله ما خلى. اقعد شوي. ادري بس شلون يعني ما قاله؟ الاعمار بيد الله. أي. والكل اجاك كتاب تمام لو مو تمام. اي تمام. اخ والحياة له او لعب، له او لعب، له او لعب، له او لعب، تمام له مو تمام، لا شو تمام وغصبا ما عليك، والكل دا دواء تمام له مو تمام. اي هاي تمام. قبل كانوا يقولون اللي يموت بالحقبه يموت بالجدري، وذول اثنيناتهم لقوا لهم دواء، والذكي اللي يستفيد من تجارب غيره. حلو. اي ذكي اللي يستفيد من تجارب غيره. صحيح. اقول لك يا وليد. قل لي. تعرف الشباب الاول والرئيس اللي يد الانشان والكتله تعرف شنو؟ شنو؟ القلق والوشواش. دقيقه دقيقه. اقول وشواش شنو يعني؟ تعال يجمعونا. لا ما يجمعونا. يعني الوسواس. يعني الوسواس واللي ما له علاقه لا بزيد ولا ابو عبيد. ايه؟ وطبق المثل اللي يقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. ايه؟ هيك واحد اكو عليه شيء؟ لا طبعا ما عليه شيء. لان ما عنده عقل. ايه؟ مستريح. ايه؟ واذا صديقي سافر مو على يدي لا اودعه ولا يودعني. عفيه. واذا تمرض يطب مرض. عفيه. لا ازوره ولا يزورني. تعرف اني ما عندي اصدقاء. اي زين تسوي؟ واحسن صديق عندي تعرف منو؟ منو؟ ماي باكيت جيبي. عفيه. إيه؟ عفيه جنابك. فجنابي المحترم يعيش اليوم شبعني اليوم وقوعني باكر. يا معود الدنيا ما تشوى من ابو باكر. اي اي وبعد اي يقول لي بعد ايش؟ على الحال والمنوال صار عمري فوق 77 سنه بالتمام والكمال اولا او ثانيا. لا اولا او ثانيا. يابا اولا وثانيا. خذني غفوه. انت حضرتك معش 77 سنه انت اصلا. انت اصلا ما عشت ولا يوم واحد لان الدنيا عمل واللي ما يعمل مو رجال. تقدر تقول لي شنو اللي يميز الانسان الصدق عن غيره من المخلوقات؟ هلا وياب اسالتني وهاك الجواب. الانسان مثل حضرتي يلبس هدوم والحيوان ما يلبس. هذا اللي مثلك انت. اما اللي يميز الانسان الصدق عن غيره من المخلوقات تعرف شنو؟ شنو يابا؟ هو العقل. اي بس انت لا عمل ولا عقل ولا احساس. اخ احساس شنو؟ يعني احساس. يقلدني. انت ابسط مميزات الرجوله ما موجوده بيك. شنو هي يابا؟ الشهامه. الرجال اذا مو شهم مو رجال. فانت مو رجال. ما عجب احد شيء. ها اشوف فني بابا انت وين وانا وين؟ انا افكر بحياه ما بيها موت وبصحه بدون مرض وانت تحكي هذا الحكي. هاي مجرد اوهام. اوهام تلقاه بخيالك النايم مولانا. تبادل؟ ما تبادل. لا تتبادل؟ لا ما تبادل. دقيقه. قل لي الله انشاف لو انعرف بالعقل. هلا وياب اسالتني وهاك الجواب. لا انعرف بالعقل. فاني ادعوك يا حضره الغير انسان أن تستخدم عقلك وتحطه براسك. وأنت ليش صاير عصبي؟ ما صاير عصبي. إي تدري ليش؟ لأن اللي يضحك بالأول إي ترى يبكي بالتالي. ها؟ تروح بابا هذا مثل. إي بلي مثل. إي وإذا ظليت أنت على هالشكل راح ينطبق عليك المثل اللي يقول. يقول؟ إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد وتروح حياتك مثل ما راح الخيط والعصب. شوف أبو المثل ما خلى شي بقاله خلى قلوب. ودعناك ودعناك. اللي ما عنده عقل مرتاح بيامه. اللي ما عنده عقل مرتاح بيامه.